الموازنة في العراق، موازنة في العراق تقريبا الآن 150 مليار دولار، وأكو محاولات لزيادتها حتى بعد أكثر من 150 مليار دولار. تركيا موازنتها 105 مليار دولار. تركيا 105 105 مليار دولار. أي. موازنة العراق هذه إذا أقرت تعادل أو أكثر 50% أكثر من موازنة مصر زائد الأردن زائد سوريا. سوريا زائد لبنان زائد فلسطين مجتمعين والسودان، وإحنا أكثر من عندهم. زين، هذه النفقات أنت تعرف الآن العالم كله يمر والعراق من ضمنه بما بتضخم، ولذلك الفدرالي الأمريكي يحاول باستمرار يكبح هذا التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة. زين، أنت لما تضخ هذه الكتلة النقدية الهائلة بالاقتصاد وش راح تسوي؟ ومعظمها هي رواتب. أسألك بالله، الوقف السني شو يسوي ب 32 ألف موظف مسوي؟ 32 ألف موظف مزيدينه تقريبا 40% من العاملين. القوات الأمنية زايدة بمقدار الدفاع والداخلية والحشد الشعبي زايدين بمقدار 350 ألف شخص. إحنا العراق الآن من أعلى المعدلات في العالم إذا تقيس رجل أمن لعدد السكان. فلوسنا كلها رايحة ما تعرف يعني بطريقة موزعة. من تجي الآن مجلس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء، زائد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، زائد الجهات المرتبطة بمجلس الوزراء مخصصي لها 2.2 تريليون دينار. هاي مخصصات مجلس رئاسة الوزراء بالضبط. بها أبواب شنو صرفها؟ لا ما يعني هم أكيد موجودة الجداول التفصيلية هذه لازم واحد يطلع عليها، لكن يعني تقريبا 1.8 مليار. تمام، اللي هي تشمل مكتب رئيس الوزراء، الجهات المرتبطة برئيس الوزراء، زائد الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2.25 تريليون دينار. هاي عدا الرواتب؟ لا لا، هي شاملة كلها. بس هي، انت تحكي عن يعني لأن هذولي انت شنو اللي يضيفوه للاقتصاد مالتك؟ عندك أوجه نفقات كثيرة، أوجه ارتفعت بشكل هائل في كل المجالات. زين، أنا أريد أسأل، الوقف السني والوقف الشيعي، خلي أقول لك إيش قد مخصصي لهم. الوقف السني والوقف الشيعي مخصصي لهم اثنينهم تريليونين تقريبا، تريليون وتسعمائة ألف دولار دينار، يعني تقريبا تريليون تسعمائة مليار، تريليون تسعمائة مليار تقريبا 1.4 مليار دولار. تدري أعلى من تخصيصات محافظة البصرة؟ زين، لا أنا مو هذا اللي أرتجيه. هو الوقف، هو إحنا نأخذ منه فلوس وإحنا نعطيه فلوس. هو الوقف محتاج فلوس، هو الوقف غير يمول نفسه.